السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. تخفيضات بندة الإسبوعية. أول حاجة هنا في بندة عليها عرض هو التفاح اللي انتوا شايفينه ده، 5 ريال و95 هلل، يعني ب6 ريال. طبعا ده الاسبوع بتاع اليوم الوطني. البرتقال غالي 9 ريال، مش عارفة ليه يعني. طبعا هنا مفيش اي تخفيضات، الكيوي، الافوكاتو، المانجا، الحاجات دي مفيش عليها حاجة يعني. والموز ده موز فلبيني، مفيش تخفيضات برضو على الموز، 7 ريال. ده التفاح ده، السلة اللي انتوا شايفينها دي 7.95 هلل. والرمان اليمني عليه عرض 5 ريال بالظبط، يعني ما شاء الله حلو على فكرة، طعمه حلو جدا يعني. وده الجريب فروت مع العصاروط تقريبا ب8 ريال الكيلو. مبدئيا كده برضو وللأمانة تخفيضات بند الأسبوع ده مش قوي، نص نص لسبب يعني المفروض انها تكون احسن من كده عشان اليوم الوطني. طبعا ده شمام عليه عرض الكيلو ب4 ريال، يعني هي 3.95 هلل. لا بس هجيب لكم الاخر، هو الحبحب حلو، الكيلو بريال حلو، اللي هو الطويل مش الاخضر ده المدور. والتلاجة دي احيانا بيبقى في عروض هنا كده برضو، لان انا اسمع لهوش عرض. اللي عليه عرض تقريبا التوت البري، في هنا البروكلي، في عنب، وفي التمور دي برضو، في بعض التمور هنا عليها عروض، في التمر والعجوة اللي هو معجون التمر ده، زنجبيل على فكرة. ده التمر اللي عليه عرض ب8 ريال تقريبا كيلو، كيلو 8 ريال. لسه بنشوف الباقي. طبعا دي يعني حاجات كده متغلفه وفيها 2 كيلو 2 الا للي مش عايز ينقي ويتعب نفسه يعني يشيل على طول. طبعا الطماطم، الجزر عليه عرض، الجزر عليه عرض الكيلو ب6 ريال، والخيار لا غالي. هي المفروض كده الطماطم عليها عرض 6 ريال وعليها عرض، برضه اشوفها غاليه يعني. هو بصوا يا جماعه، مبدئيا الطماطم غاليه في كل مكان، حتى في سوق الخضار غاليه، مش عارفه ايه السبب يعني. وللطماطم اللي هي ابو شوكه الاسباني، والفلفل ده عليه عرض ب5 ريال، اللي هو الفلفل الرومي الكبير. بس هنا مفيش عروض يعني، مفيش هنا عروض. الفاصوليا عليها عرض كيلو ب9 ريال ما شاء الله. البامية الكيلو ب25 ما شاء الله. الكوسة العيال اصلا مش بيحبوها، كيلو ب16 ريال. ده عليه عرض كيلو ب5 ريال. البتنجان بتاع المحشي الابيض ووراه الاسود برضو نفس السعر 5 ريال. بصراحة انا شايفة الخضار غالي جدا النهاردة، غالي جدا 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 بصراحة يعني. وده اللي عليه العروض ب5 ريال 6. دي اللي هي يا جماعة معجون التمر، حلو الناس بتاخده تعمل بيه معجنات وحاجات زي كده. والتمر ده عليه عرض اللي هو الخلاص ب6 ريال كيلو. هنا برضو ما فيش عروض قوي غير على التوم، التوم ب6 ريال، لا يا ربي ب4 ريال، استغفر الله ب4 ريال. والبطاطا دي ب3 ريال بتخن، خلي بالك 2.95 هلل، لا ب3 ريال. شفت البصل الصغير الجميل ده؟ محدش فكر ان هو رخيص يعني، ده الكيلو ب34 ريال. بس انا نفسي اعرف بيتعمل بيه. والبصل بتاعنا المصري الجميل ده مش عليه عروض، والبطاطس برضه مفيش عروض. ما انا بقول لكم يعني ده اسبوع اليوم الوطني، المفروض العروض تبقى اقوى من كده بكتير جدا. هنا مفيش حاجه عليها عروض غير الزهره او القرنبيط هو اللي عليها عروض. وطبعا دي منتجات القصيم معروفه، بيحطها لوحدها كده يعني. ندخل هنا بقى واحده واحده ونشوف ايه اللي عليها عرض تاني، يعني هي اقسام بقى، ندخل قسم قسم. مبدئيا كده
القسم ده بتاع الحمضيات والعصير والتانك والحاجات دي. التانك ده عليه عرض 45 ريال، العلبة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي، يعني هو تقريبا كل اسبوع بيبقى عليه عرض. القسم ده بتاع الشيبسي والتسالي وباجا والحاجات دي. اول حاجة عليها عرض هنا الليدز، التلاتة ب15 ريال، يعني الواحدة واقفة ب5 ريال، هو في الطبيعي بتبقى بستة او سبعة زي كده يعني. المنتجات دي او المكسرات والحاجات دي اللي عليها عروض، منتجات باندا 2 ب14 ريال، اللي هو الفول السوداني المملح. ده فول سوداني برضو نوعية تانية ب13 ريال، علبة بيبقى فيها اكياس صغيرة كده ان شاء الله. يعني دي اغلب الحاجات اللي عليها عروض. زي ما قلت لكم العروض النهاردة او بصراحة الاسبوع ده انا شايفاها مش مجزية، عروض عادية خالص. يعني المفروض عروض اليوم الواحد تبقى اقوى من كده بكتير. الفشار ده عليه عرض برضو اللي فات، نشوف اللي بعده. طبعا بما ان باندا بسم الله ما شاء الله كبيره، دايما بعمل عروضها على 2 فيديوهات، فيديو بنزله على القناه دي وفيديو الشامبوهات ومزيلات العرق والحاجات دي على القناه الثانيه. هنا النيدو عليه عرض، العلبه دي 2.5 كيلو 70 ريال، 69 و75 هلله يعني 70 ريال. وده لونه ب54 ريال، ده 1800 جرام، ب54 ريال، لونه حليب مجفف. في عندهم الحليب المجفف عليه عروض كتير. وده حليب الخير 47 ريال، برضه 1800 جرام. وده فريشكو ب35 ريال، برضه 1800 جرام. هي شركات بقى كتيرة جدا وبتختلف من شركة لشركة يعني. وده لونه بس في كيس من غير علبة، حليب مجفف برضه عليه عرض. وده المراعي 60 ريال. وده حليب اللي هو المبخر ب2 ب4 ريال، او بالظبط ب3.41 هلة، مش عارفه ايه الصفر 41 هلة دي. وده حليب نستل اللي هو المكثف المحلى ب13 ريال، ده حلو عملي على فكره، استخدامه سهل جدا عن العلبه التانيه. وجنبه اللي هو العادي ده لونه ب2 ب14 ريال. وجنبه المراعي برضو مكثف محلى نفس الشيء، ب2 ب13 ريال، يعني فرقين عن بعض ريالات. هنا الشاي الليبتون العادي الاحمر عليه عرض، ليبتون ب10 ريال. وربيع برضو ب2 ب20 ريال، يعني الواحد ب10 برضه. ده ربيع اللي هو حب مش فتلة. وده شاي احمد جميل جدا جدا وممتاز ب14 ريال. للي ما يعرفش شاي احمد يا جماعة، شاي ممتاز عن تجربة، شاي انجليزي هو، بس بصراحة بسم الله ما شاء الله جميل جدا. في منه نكهات كتير، في بالياسمين، في بالفل، يعني هو في بالهيل. ده ليبتون عادي برضه ب19 ريال، تقريبا نص كيلو تقريبا. وده شاي احمد زي ما قلت لكم عليه عرض. هنا دي كانت عروض الشاي. نشوف بقى القهوه، القهوه اغلب القهوه الموجوده هناك النسكافيه عليه عروض. ده جولد ده نمبر 1 ب32 ريال، العلبه الكبيره. ودي قهوه تانية برضو ب29 ريال، بس كميه كبيره ما جربتهاش بصراحه. انا جربت جولد نمبر 1 ما شاء الله. وفي النسكافيه العادي بقى اللي الناس كلها يعني بتحبه، 19 ريال، علبة كبيرة على فكرة دي، 19 ريال، حلوة. في ناس كتير بتفضل ده، هو برضه مش بطال، بس جولد أحسن منه عن تجربة يعني. أغلب الكابتشينو عليه عروض برضه ب31 ريال، العلبة طبعا فيها مجموعة
مجموعة يعني بواكي، يعني الواحد ياخد الواحد يفتحه يعمل بيه كاسة، عرفته؟ مش ياخد بالمعلقة. هنا بقى ده القسم بتاع الكريم كراميل والحاجات دي كلها. دي يا جماعة الشوكولاتة بتاعت الحلويات. على فكرة شوكولاتة الحلويات بتختلف عن الشوكولاتة العادية اللي الناس بتاكلها، يعني تبقى دي حاجة ودي حاجة تانية. حتى بتاعت الحلويات دي بيبقى لونها شوية غامق. يعني عندهم عروض هنا على الدقيق بتاع الكويت، الخمس حبات الحبة كيلو، يعني 5 كيلو ب17 ريال. ده عرض حلو على فكرة، مش بطال يعني، حلو. السكر النهاردة او الاسبوع ده مفيش عليه اي عروض خالص. السكر ده عليه عرض، السكر ده اللي هو بيبقى الاتنين ب16 ريال، اللي هو الواحد بيفتحه ويحطه في الكاسة ده. والسكر القوالب برضو عليه عرض. شفت ده زي اللي بيبقى في المقاهي وفي المطاعم وفي الكافيهات والحاجات دي، وده عليه عرض برضو. علبة صغيرة قوي، الاتنين ب10، يعني ب11، يعني الواحدة واقفة ب5.5. هنا المراعي، قشطة المراعي عليها عرض، الأربعة ب12 ريال. ودي التلاتة، دي تقريبا دي التلاتة ب9 ريال. ودي الخمس حبات ب10 ريال اللي هي بوك. والعسل عليه عروض، يبدأ من 27 ريال، 23، 60، تبع الحجم طبعا. زبدة الفول السوداني جودي عليها عرض برضو ب11 ريال. حلاوة الطحينية مفيش عليها عروض. ده القسم اللي بعده الخاص بالزيوت، زيت الزيتون والزيت العادي والرز. ندخل كده واحدة واحدة ونشوف. بسم الله. طبعا زيت عافية عليه عرض، زيت زيتون عافية ب14 ريال، واللي جنبه زيت زيتون بكر وزيتوني او حاجة زي كده ب12 ريال. وزيت رحمة عليه عرض برضو ب24 ريال، كمية كبيرة على فكرة. ده زيت على فكرة تونسي، انا جربته مش بطال، بس الجوف افضل حاجة. ودي ده زيت جوز الهند، بصراحة عمري ما جربته. يعني في برضو عرض على سمنة فام، حلو جدا، فارما ب31 ريال. ندخل بقى نشوف عروض الرز. اول حاجة عليها عرض هنا ابو كاس 34 ريال، ده طبعا 5 كيلو. الشعلان برضو عليه عرض، الشعلان من انواع الرز الحلوة جدا جدا جدا، ب73 ريال، 72 و95 هلل الشعلان، حلو جدا برضو يعني. في جرين فارماز عليه عرض برضو، اللي هو الرز البسمتي، 5 كيلو ب30 ريال. وده بنجابي برضو عليه عرض، يعني برضو عروض الرز مش قوي. الرز المصري مفيش عليه اي عروض، لا الصن وايت ولا جرين فارمز، مفيش عروض خالص. طبعا البهارات في عندهم عروض كتيرة جدا على البهارات الاسبوع ده، اللي هي بهارات مجدي برضو نوعية حلوة. الحاجات برضو البهارات بتاعت البرياني والحاجات دي عليها عروض. التندوري، الدجاج الحار يعني، اكلات الهنود يعني، بس بيبقى حلو. كل منتجات مجدي هناك عليها عرض، اللي هي القرفة الصحيحة والقرفة المطحونة، الكزبرة، الكمون، الشطة، الفلفل، الهيل، كل الحاجات دي عليها عروض، بتبدأ من في 11 وفي 4 وفي 5 وفي 3 وفي 2، عروض كتيرة جدا على البهارات. الزيت عليه عرض 28 ريال، بس مش هو ده اللي 28 ريال، اللي ورا اللي هو زيت العربي، الاتنين مع بعض 28 ريال. زيت النخيل برضو عليه عرض، التلات حبات ب34 ريال، يعني التلاتة اللي جنبه بعض دول ب34 ريال. وزيت حياة برضو عليه عرض ب13 ريال. واللايت برضو عليه عرض، الاتنين اللي مع بعض دول ب35 ريال. وزيت نور ب19 ريال، طبعا اللبوق كبيرة. صاني ب13 ريال، حلو يعني،
13 ريال زي ما قلت لكم. زيت نور اتنين مع بعض 25 ريال. شروق برضو عليه عرض، الواحدة ب 13 ريال عافية. ده شروق 13 ريال برضو. ده شمس ب 28 ريال الاتنين مع بعض. يعني بصوا في انواع كتيرة جدا عشان ما لخبطتوش. في الزيت هناك عليها عروض، ليزا ب 14 ريال. حلو على فكرة زيت ليزا ده. هو دايما يا جماعة زيت الذرة وبعده زيت دوار الشمس هم افضل زيوت الواحد ممكن ياخدها. هنا القسم بتاع معجون الطماطم، اول حاجة هنا عليها عرض معجون الطماطم ده، عليها عرض ب 8 ريال. طبعا معجون طماطم السعودية عرضه احسن لانه الاتنين والباكيتة فيها 8 حبات، يعني عندي 16 حبة ب 17 ريال. حلو الاتنين ب 17 ريال، 16 و95 هللة. الاتنين مع بعض، وطبعا الواحدة فيها 8 ما شاء الله. في عندهم الكاتشب ده عليه عرض الاتنين ب 10 ريال. حلو، عندهم عروض كتير على الكاتشب. ودي نوعية تانية الاتنين برضو ب 13 ريال. والمايونيز برضو عليه عرض الاتنين ب 10. ده كاتشب الاتنين ب 10، وده كاتشب باندا اللي هو الازاز العادية، التلاتة ب 9 ريال ما شاء الله. حلو، والشطة دي عليها عروض ممكن نقول ب 95 هللة، يعني بريال الا ربع. شطة فريشلي او تريفيا، يعني اغلب التتبيلات اللي هناك عليها عروض. وده مايونيز برضو الواحد ب 12 ريال. يعني الاسماء بقى بصوا يعني كتيرة، يعني زي ما قلت لكم اغلب الكاتشب ومعجون الطماطم والمايونيز عليه عرض الباندا. الخل برضو عليه عرض 3 حبات ب6 ريال اللي هو خل باندا. بس الخل كله زي بعضه، يعني كله خل باندا جودي كله خل. طبعا الحاجات دي ده عصير ليمون الواحدة ب11 ريال. بس والله صدقوني الليمون العادي افضل، بيبقى ده طعمه مختلف شويه، بيبقى حمضي قوي. وده حمص بالطحينه ب8 ريال. ودي طبعا طحينه باندا الاتنين ب11 ريال. ودي حلواني اخوان الاتنين ب12 ريال. ودي نوع تاني الجمل الاتنين ب19 ريال. يعني عندهم عروض كتيره جدا على الطحينه. ودي ملناش دعوه بيها، اللي عليها عروض بس برضه ملناش دعوه بيها. المكرونات بقى اول حاجه هنا حدائق السعوديه 4 × 4 يعني 8 ب11 ريال اللي هي دي. حلوه على فكره، نوعيه حلوه. وفي برضه تريفي عليها عرض الستة ب11 ريال. حلو، حلوه خالص اللي هي دي، البنفسجية دي جميلة أوي على فكرة. جودي مفيش عروض النهاردة. ودي عليها عرض 2 × 1 ب11 ريال، يعني 3. بريفت هادي اسمها بريفت 2 × 1 ب11 ريال، يعني 3 حبات ب11 ريال. شوفوا القسم اللي بعده تقريبا ده القسم الاخير. يعني هنا بقى التونة والشربات الجاهزة والحاجات دي. اول حاجة هنا في الشوربة دي اللي هي كنود الاتنين ب7 ريال، هي بتبقى حلوة على فكرة يا جماعة مش بطالة. يعني هنا ده معجون ماجي اول مرة اشوفه بصراحة الاتنين ب11 ريال. اول مرة اشوفه، هو زي معجون الطماطم كده بس ما جربتوش انا خالص. يعني هنا قسم البقوليات، هنا اول حاجة السميد عليه عرض
اللي هو بتاع البسبوسة ب6 ريال، العدس ب9 ريال، 9 ريال مش عرض على فكرة. في منتجات مجدي برضو عليها عروض، العدس الأصفر، العدس أبو جبة، يعني هتلاقوا حاجات كتيرة جدا ما شاء الله. هنا ورق العنب ده المحشي ب26 ريال، طبعا ده بقاله فترة كده ب26 ريال. وده رنا على فكرة، ده مكتوب هنا الاثنين ب19 ريال و95 هلله. لا انا خدت اثنين ورحت حاسب، قال لي معلوش عروض، رجعته تاني. خلي بالكم برضو الحركة دي بتبقى موجودة كتير في بندة، مش عارفة هو سهو منهم او انهم ما بينزلوش العروض على السيستم بتاع الكمبيوتر، يعني بيبقى العرض موجود جوه وتروحوا تحاسبه يديك بالسعر العادي. قال لي الواحده ب18، قلت له لا الاثنين جوه ب19 و95 هلله. طب انا هاخدها ب18 ليه؟ رحت رجعتها تاني بصراحه يعني. في دي عروض على المعلبات برضو هناك، على منتجات باندا، منتجات تانية، منتجات كاليفورنيا برضو كويسه، منتجات باندا زي ما قلت لكم ب3 ب10 ريال العيله بالفول. ده لانشون 16 ب17 ريال، العلبة فيها كيلو تقريبا، بس بصراحة أنا ما جربتوش ومفضلهوش المعلب ده يعني. وده لانشون باندا برضه، العلبة فيها كيلو بالظبط ب17 ريال. لانشون ده يا جماعة هو اللحمة المعدلة، يعني بيضيفوا لها حاجات كده طبعا دي عروض التونة، في تونة قالوها عليها عرض ب5 ريال، وفي ألوها الصغيرة الاثنين ب7 ريال. يعني في تريفيا برضو عليها عرض الاثنين ب5 ريال، وريم عليها عرض برضو، ودي باندا الثلاثة ب6 ريال أو بست أو بخمسة، 41 هللة، مش عارفة ايه حكاية 41 هللة دي. كانت أغلب العروض اللي موجودة ببند. خلينا نشوف البيض سعره كام، ممكن عليه عرض. البيض عندهم انواع كتير. البيض دائما عندهم 17 ريال، 16 و95 هللة، والوطنية بيبقى ب16 و95 هللة، يعني يفرق حاجات بسيطة عن بعض. ده 17 و95 هللة. عندهم بعض انواع الدجاج عليها عروض، زي الفروج الذهبي عليه عرض ب18 ريال، اللي هو صدور الدجاج المخلية ب19. وفي عروض تانية برضو بتبدأ من 4 ريال، طبعا دي مش دي الكبد والقوانص والحاجات دي، في ب7 ريال، وفي تشكيلة كده يعني حتة من رجله وحتة من الصدر وحتة من الجناح. برضو أكتر حاجة هناك عليها عروض الأسبوع ده هو دجاج التنمية، بس نصيحة قبل ما تجيبوه شوفوا التاريخ مش المريح، لأن يعني أحيانا يبقى تاريخه قديم، يعني انا ماليش حظ معاه بصراحة، يعني جبته كم مرة ومش عارفة. ما انا بفضل الوطنية بصراحة، الوطنية وفقير كويسين جدا. في نوعيات تانية وفي حاجات كتير. ان عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك والسلام عليكم.